قالت مشكلتها مع رجلها انه تبدل تبجيلة خايبة. نوكل نشرب، قالت نهز نحط دار ديما نظيفة، انا ديما نظيفة، ما ثمش نهار يتعدى سيرتو في الايامات هذه نتاع السخانة من غير دوش ومكياج والدنيا. قالت للي انا الاولى كرهت روحي. المهم المشكل انه السيد عينه زايغة، قالت برشا، ونمشوا لبلاصه نهار كامل هو يتخزر للمساوين، بالرغم انا مانيش اكل خايبه ومانيش توب زاده. قالت باهيه محليني مقبوله، حتى قبل ما نعرس بيه هو جاوني اكثر من 7 من الناس حبوا يخطبوني، مي للاسف هذيك معرفتش ايش هزت. المهم قالت انا توا حايره في شنو نجم نعمل معاه باش يرجع وكانه شيء لم يكن بالنسبة لي أنا، طبعا على خاطر أنا نشوف فيه الحقيقة يبزنس حتى قدامي، ونقول له راهو عيب، راهو كان ما ثمش احترام ما بيناتنا، راهو ما تكملش العلاقة، راهو بناتك كبروا يلاحظوا عليك الشيء هذايا. مع العلم هو قالت عمره 52 سنة وأنا عمري توا 39 سنة. المهم قالت ديك الاج ماهوش كبير برشا ما بيناتنا، اما انا غايضيني بناتي الكبيره، ملاحظه انه بوها متبدل عليا، تقول لي ماما شبيه بابا عليك، شبيه يتصرف معاك هكا، هاو محليك اليوم هاو كذا. قالت بناتي يبدو اعجابهم بيا وقولوا لي محليك اليوم، محلى برفانتك والبس دراب وكذا، اما هو قالت وكانه مش موجود. انا قلت ما نمنش بحكايه السحر ولو انه موجود في القران، اما هذايا يمكن قلق، يمكن ستريس، يمكن خدمه نتاع عباتو، يمكن حكايه، اما انا مانيش فاهمه علاش هالنفور من ناحيته هو. المهم طالبه النصيحه وطالبه تعرف كيفاش تنجم تتصرف مع راجل. نقول لك انا كلمتين يا اختي، الرجال ما عادش همهم كرشهم، نقولوا احنا اقرب طريقه والا اقرب حاجه يعني تجذب الرجل ولا تدخل قلب الرجل هي المعده نتاعو. ولا الراجل اللي يحب يسمع كلام باهي، كلام مزيان، وقت اللي يدخل من الخدمه اهلا بحبيبي، اهلا بروحي كذا، هيا عاود باش حاضر، تبشبش بيه شوي، فهمتني، مع سخانه مع العباد يشوفها عريا قدامه لبرا مع كذا، ينسى الراجل، ينسى اللي عنده، فهمتني. دونك شنو تنجم تعمل؟ انت تغير شوي من روحك بالالفاظ فقط، مش لازم عليك هالمكياج يبقى يسيل ليك انت في السخانه هذيا الساعه الاولى. الثانيه والاهم ما يسيلش لبس دراب ومحلاهم هكا وبين روحك ومع راجلك. اما لسانك رتبوا برشا معاه، اهلا بحبي، اهلا بروحي، تعب اليوم، هاي ها فطرك حاضر، ها وكذا، وماش بشبش بيه، فهمتني، بشبش براجلك. هذه حاجه ثانيه انه انت وقت اللي يكون هو معصب ما تجاوبوش، خلاص اسكت عليه، ما تجاوبوش خلاص 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 خلاص، اللي يكمل هو ومن بعد يرجع يطلب منك السماح وحده، او تحط لي بوان سيغ لو زي من بعد نقولوا بساعة بساعتين بربع ساعة بنص ساعة، وقت اللي تشوفه هو راكح وهافت ماهوش ثار، خاطر فما رجال لطفوا برا بالطبيعة، هذا كله تعمل معاه لو كان هو يستحق انه انت تتصرف معاه كيف هكا، مش هو يكون عيرود معاك والا خايب معاك والا بلي تعمل معاه باقي يرجعلك في الخايب، وماهوش حامد ربي على النعمة اللي هو فيها، وانت تتصرف معاه بالباهي. لا، هذاك نقول لك كلمتين فيه، من دخل في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. المهم راهي البطون تو ما عادش السبب الرئيسي في انه الراجل يحب مرته، صنيفه ومحليها ومقدية وما نعرف شنو، هذوكم كلها للمرأة نتاع قبل تو يحبها هكا 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 تلمع، يحبها سكسي معاها، يحب وقت اللي يخرج معاها يقولوا محلاها مرتو، فهمت كيفاش، يحب الشيء هذاك الراجل، يحب يقولوا احنا يتباهى بالمرأة اللي معاه، سينو ما عملت حتى شيء.
الاكل والشرب وما عرف شنو، هذا كله حكايه ثنائيه. ونقول انا عاديه، الناس كلها طيب، الناس كلها تاكل، الناس كلها تشرب، فهمتوا؟ دونك كيفاش تحافظ على علاقه مع الراجل؟ بلسانك، لسانك رتبه معاه، لسانك خليه هو يسمع الكلمات اللي يحب هو يسمعها، اللي يحب هو يسمعها، مش اللي في قلبك انت وهكا مغلغل عليه وتحب تسمعهم له. لا، سمعوا اللي يحب يسمع من كلمات باهية، وهكاك تكسب راجلك.